اسمي لودويغ شليفلي، أنا مهندس سويسري. وقد عشت خلال القرن التاسع عشر. سأفتح لك باب البعد الرابع. ينبغي ألا نخشى الكلمات، فأنا أتنبأ بالمستقبل. أنا من الأوائل الذين أدركوا بأن الفضاءات الكثيرة الأبعاد موجودة فعلا، وبأنه بالإمكان دراسة هندستها. الكائنات المسطحة التي تعيش في المستوي يمكن أن تدرك وجود متعددات الوجوه الثلاثية الأبعاد. لماذا لا نستطيع إدراك متعددات الوجوه الرباعية الأبعاد؟ إن إحدى إسهامات البارزة كانت تتمثل في وصف كل متعددات الوجوه المنتظمة الرباعية الأبعاد. ما هو البعد الرابع؟ لقد كتب الكثير حول هذا الموضوع، وصال فيه كتاب قصص الخيال العلمي وجالو. سأوضح لك الأشياء على السبورة. سترى بأن هذه السبورة أشبه باللوح السحري. المهم هو أن نحضر أنفسنا للتجرد من العالم الذي ألفناه، وأن نتخيل عالما لا تمكننا أعيننا وحواسنا من النفاذ إليه مباشرة. سنكون مجبرين على التحايل كما تفعل الزواحف. سأصعد فوق مرتفع، ولسوء الحظ سوف لن تراه، وعندئذ سأحاول أن أشرح لك ما أشاهد. لكن قبل ذلك أرسم مستقيما على السبورة، أرسم عليه نقطة المبدأ. كل نقطة من هذا المستقيم يمكن تحديدها من خلال المسافة التي تفصلها عن نقطة المبدأ، مسبوقة بإشارة ناقص إن كانت النقطة على اليسار، وبالإشارة زائد إن كانت النقطة على اليمين. من عادتنا أن نرمز لهذا العدد بإكس ونسميه فاصلة. لما كان موقع نقطة على مستقيم محددا بعدد واحد، فإننا نقول بأن المستقيم وحيد البعد. أرسم الآن محورا ثانيا يعامد المستقيم الأول. كل نقطة من مستوي السبورة محددة تماما الآن بعددين نرمز إليهما عادة بX وY، الفاصلة والترتيب. نقول إن المستوي ثنائي البعد. إن كان عليك أن تشرح لمخلوق يقطن على مستقيم ما هي نقطة من المستوي وهو لا يعرف المستوي، يمكنك بكل بساطة أن تقول له نقطة من المستوي هي فقط ثنائية عددين. ننتقل الآن إلى البعد الثالث. الطبشور يكتب في الفضاء ويرسم محورا ثالثا عموديا على المحورين الآخرين. نحدد نقطة في الفضاء بثلاثة أعداد X وY وZ. نستطيع أن نقول للزواحف الراغبة في معرفة ما هو عالمنا نقطة في الفضاء ما هي سوى ثلاثية من الأعداد. لنشرع في توضيح البعد الرابع، يمكننا بطبيعة الحال محاولة رسم محور رابع يعامد المحاور الأخرى، لكن ذلك مستحيل. إذن علينا أن نبحث عن كيفية أخرى. بطبيعة الحال يمكن أن نقول بكل بساطة إن نقطة في الفضاء الرباعي الأبعاد هي رباعية أعداد X وY وZ والT، لكن هذا لا يزيدنا وضوحا في الرؤية إلا قليلا. دعنا نحاول العمل على توفير رؤية حدسية لهذه الهندسة. رغم كل ذلك هناك طريقة أولى لفهم ما يجري تتمثل في المقارنة والتشبيه. إليك قطعة مستقيمة، ثم مثلثا متقايس الأضلاع، وأخيرا رباعي وجوه. تسمح لنا سبورتنا السحرية برسمه في الفضاء. كيف يمكن مواصلة العمل في حالة البعد الرابع؟ يمكن أن نلاحظ
بأن القطعة المستقيمة والمثلث ورباعي الوجوه لها رأسان، ثلاث رؤوس وأربعة رؤوس على التوالي، ولذلك نستطيع أن نحاول مع خمسة رؤوس. لنحاول نلاحظ في القطعة المستقيمة والمثلث ورباعي الوجوه أن كل حرف يصل الرؤوس متنا متنا، علينا أن نصل الرؤوس الخمسة فيما بينها. لنعد: حرف، حرفان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة أحرف. في رباعي الوجوه هناك وجه مثلثي لكل ثلاثة رؤوس. لنتبع نفس الفكرة، هذا يعطينا وجها مثلثيا، وجهين، ثلاثة، عشرة وجوه. لكننا حين نواصل بطريقة تعتمد على التشبيه ينبغي علينا إضافة وجه رباعي الوجوه لكل رباعية رؤوس، ومن ثم نجد خمسة وجوه من هذا القبيل. وهكذا فقد أنشأنا كائننا الرباعي الوجوه، لنطلق عليه مصطلح بسيط لندره في الفضاء كما أدرنا رباعي الوجوه. بطبيعة الحال ينبغي أن نتخيل بأن البسيط يدور في فضاء رباعي الأبعاد، وأن ما نشاهده ليس سوى إسقاط على السبورة، وهو ما يعقد الأمور قليلا، ذلك أن الوجوه تتداخل وتتقاطع. نعم، لابد من التزود ببعض التجربة حتى نتمكن من المشاهدة في حالة البعد الرابع. يمكننا اعتبار البسيط الموجود في البعد الرابع ثم نزيحه حتى يتقاطع تدريجيا مع فضائنا الثلاثي الأبعاد، وبنفس الكيفية التي كانت الزواحف تشاهد مضلعا يظهر ثم يختفي، نحن نرى متعدد وجوه ثلاثي الأبعاد يظهر ثم يتشوه ثم يختفي. ها هو البسيط يخترق فضاءنا الثلاثي الأبعاد. سنقوم الآن بالتعرف على متعددات وجوه أخرى رباعية الأبعاد تخترق فضاءنا الثلاثي الأبعاد. ها هو المكعب الزائدي الذي يعمم المجموعة التي تبدأ بالقطعة المستقيمة ثم المربع ثم المكعب. ينبغي أن نعترف بأن بلوغ درجة من الحدث من خلال طريقة القطوع التي استعملناها آنفا ليس أمرا يسيرا. لقد اكتشفت ما يماثل المجسمات ذات العشرين وجها والاثني عشر وجها، إنها تمثل أسماء معقدة، لكني سوف أكتفي بتسمية الأول المجسم ذي المائة والعشرين وجها، والثاني المجسم ذي الستمائة وجه، لأن للمجسم الأول مائة وعشرين وجها وللثاني ستمائة وجه. انظر إلى المجسم ذي المائة والعشرين وجها دائما عندما يخترق فضاءنا، وها هو المجسم ذو الستمائة وجه. بطبيعة الحال فكلما قلت إن متعدد وجوه رباعي الأبعاد له ستمائة وجه فإني أعني وجوه الثلاثية الأبعاد. نعم، فهذه الوجوه الستمائة هي رباعيات وجوه. أما مجسم المائة والعشرين وجها فهو مكون من مائة وعشرين مجسما لكل منها اثنا عشر وجها. سنتعلم فيما بعد كيف نتعرف عليها بشكل أفضل حتى نشاهد هذه الكائنات الرباعية الأبعاد بأعيننا الثلاثية الأبعاد. يمكن أن نستغل ظلالها. الكائنات متواجدة في فضاء رباعي الأبعاد ونحن نسقطها على فضائنا الثلاثي الأبعاد تماما كما يسقط الفنان مشهدا طبيعيا على لوحته، ذلك ما قمنا به في حالة البسيط. ها هو المكعب الزائدي. بطبيعة الحال فهو يدور في الفضاء حتى نتمكن من التأمل في تفاصيله. أنت ترى مثلا أن للمكعب الزائدي 16 رأسا. وهذا كائن صغير، إنه أجمل اكتشافاتي. سأسمي هذا الكائن الأربع والعشرين
كائن ليس له مثيل في الحالة الثلاثية الأبعاد، إنه مخلوق رباعي الأبعاد محض. أنا جد فخور باكتشافه. تمتع بالمشهد. 24 رأسا، 96 حرفا، 96 مثلثا، 24 ثماني وجوه. إنه جوهرة. ها هو ظل مجسم 120 وجها في كل أبهته. إنها أبهة معقدة، لا بد من الإشارة إلى ذلك. دعنا نلج داخله وندرس بنيته. تمتع. 600 رأس و 1200 حرف. من كل رأس تنطلق 4 أحرف. إنها بنية منتظمة تماما. كل الرؤوس وكل الأحرف تؤدي نفس الدور. وهنا أيضا فإن الإسقاط يكسر بشكل معين انتظام المجسم. المطلوب منك المزيد من التخيل. تخيل الكائن في الفضاء الرباعي الأبعاد الذي تقوم فيه زمرة من الدورانات بعملية تبديل لكل هذه الرؤوس والأحرف. ها هو البطل 600. إنه أشبه بجزيء ضخم بأحرفه 720 ورؤوسه 120، 12 حرفا تنطلق من كل رأس. لكن مغامرتنا مع متعددات الوجوه الرباعية الأبعاد لن تنتهي عند هذا الحد، لأننا نكاد نجزم بأن مساقطها المجسامية ستمنحنا المزيد من الحدث.